السلام عليكم. أفادت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أنه تم التحكم في حريق نشب بالمحول المتواجد بحي المجاهدين بولاية بسكرة، مشيرة إلى أن الوضعية التوزيع عادية. هذا وقد سجلت ذات المصالح نشوب حريق كبير ومهول بالمحول 10 من 30 كيلو واط، بث الرعب والخوف وسط سكان المنطقة، وتم تداول على أوسع نطاق عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، أين استدعى تدخل فرق المديرية بهدف السماح لمصالح الحماية المدنية لإخماد النيران، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقاتها في الحادثة. وعرفت الجزائر مؤخرا عدة حوادث مماثلة كانت آخرها بولاية البوليدة، أين نشب حريق مهول متبوع بانفجار أرعب ساكني المنطقة، مما استدعى فرق الإطفاء للتدخل والسيطرة عليها.